المال. تفاصيل التفاصيل. مين حب سريع بيتش كده من الاشياء اللي احنا سويناها؟ الجامعات. اعطينا بيتش دقيقه واحده. مشروع مركز دراسات ابحاث، يقوم هذا المشروع على استقطاب شركات طلبه الدراسات العليا، مساعدتهم محاوله ايجاد مساعدين باحثين. عملنا دراسه، قيمنا النيد اسسمنت على ايش هذا العمل. جزء من الناين بوكس هذا كانفاس بزنس موديل يشرح السوق وين منهم البايرز. This is the first time I come and I have seen it over there, over floor plans. But and you know, as they say that the road of improvement is always under construction. So once you start, once you evaluate, it's always a continuous, you know, it's work in progress and it's continuous improvement journey. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير أفكارهم ونموها وتشكيلها بالشكل الصحيح. المركز يقدم حزمة من الخدمات وعدد من المنتجات التي تساعد رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المركز هذا إن شاء الله بيكون بداية قوية وكبيرة للشركات الصغيرة المتوسطة، نستفيد منها من التدريب، نستفيد منها من تكوين علاقات، من استشارات الصناعية. بإذن الله راح أكون قريبا في جلسات التوجيه والإرشاد. بكل أمانة التنظيم اليوم كان مرة جميل، الحضور ما شاء الله مرة كبير، من تدريب من تنسيق من ترتيب كل شيء رائع.